نتواجد الآن بمسجد محمد الخامس الذي يعد منارة من منارات مدينة طنجة المتميزة، حيث يتميز هذا المسجد بمعماره المغربي الأصيل وبهندسته المتفردة كشأن سائر مساجد المملكة. ويتميز ثانيا بموقعه الجغرافي، حيث يتموقع في قلب مدينة طنجة، مما يجعله قبلة للزائرين السياح من المملكة ومن خارجها، بل وحتى من غير المسلمين. ويميزه أيضا صومعته الشامخة التي تكاد تطل على كل زاوية وكل ركن في مدينة طنجة. هذا المسجد شيد أو بدأ في تشييده سنة 1982، يضم من مرافقه قاعة للصلاة خاصة بالرجال في بمساحة تزيد عن 2000 متر مربع، أي بإمكانه أن يستوعب ما يزيد عن 2600 مصلي. ويضم أيضا قاعة للصلاة خاصة بالنساء، ويتوسط قاعة الرجال صحن مساحته تزيد عن 500 متر مربع، ويضم المسجد أيضا قاعة للصلاة خاصة بالنساء. يحتضن هذا المسجد مجموعة من الأنشطة الدينية والتعبدية، فبالإضافة إلى الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين إن تعذر إقامتها في المصلى، فإن المسجد يحتضن أنشطة دينية أخرى كإحياء ليلة القدر وذكرى إحياء ذكرى وفاة المشمول برحمة الله الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وعلى غرار ليلة القدر التي سيتم إحياؤها هذا الشهر في هذا المسجد. وفي آخر هذا الشهر الفضيل يقصد هذا المسجد من كل أنحاء مدينة طنجة، يقصده الناس ليعيشوا أجواء من الروحانية والطمأنينة والخشوع، حيث يؤم الناس خيرة من القراء وخيرة من المرشدين والأئمة. فيقصد الناس هذا المسجد ليستمعوا لتلاواتهم الخاشعة الندية.